أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بداية حلقتنا النهاردة أتكلم عن فرصة استثمارية عظيمة جدا في القطاع الزراعي في محافظة الوادي الجديد يوم الأحد المقبل. قطاع أمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري هيطرح لصالح محافظة الوادي الجديد مساحة 10,000 فدان في منطقة أبو طرطور بغرض الزراعة. هذه المساحات متقسمة إلى 72 قطعة من أول 50 فدان وحتى 200 فدان للأفراد والأسر، وموقعهم فريد من نوعه في محافظة الوادي الجديد. احنا بنتكلم في الكيلو 45 طريق الدخلة الخارجة، بنتكلم عن أرض بتبعد عن مطار الخارجة حوالي 50 كيلو. خلي بال حضراتكم في تيسيرات كبيرة جدا في عمليات السداد، يعني مثلا هتدفع 25% من إجمالي قيمة الأرض، بعد كده هتقعد سنتين كاملين ما تسددش أي حاجة عن الأرض عشان تتفرغ لأعمال الاستصلاح والاستزراع، بعد كده إقساطك بتبدأ بعد السنتين والمدة 7 سنين. أما نظام الري المحدد لهذه المساحات فهو الري بالمياه الجوفية. خلي بال حضراتكم هذه الأراضي لجميع الأغراض الزراعية، يعني تزرع فيها محاصيل حقلية أو محاصيل بستانية اللي انت عايزه ازرعه، المهم تحافظ على المقنن المائي للبير اللي حضرتك هتحفره. هذه المساحات فرصة عظيمة جدا لكل الراغبين في الاستثمار الزراعي الجاد. خليكم معانا عشان نشوف فقرتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى مدينة العاشر من رمضان، هنزور مزرعة استوائية. هذه المزرعة بتزرع الباشن فروت والدراجون فروت والأناناس. اللي أسس هذه المزرعة شاب اسمه وليد مرجان، أما من أشرف على تأسيسها فهو المهندس فهيم قابيل، وهو أحد خبراء الزراعات الاستوائية في مصر. خليكم معنا. انتشرت في مصر مزارع الفاكهة الاستوائية، صحيح كلها مساحات صغيرة يعني 5 ولا 10 فدان، ولكن هي دي طبيعة النباتات الاستوائية، مساحتها دايماً محدودة لأنها محتاجة متابعة وتركيز وخدمة زراعية على أعلى مستوى، وبصراحة كل ما تديها اهتمام هتديك خير وإنتاج كتير قوي. وبالمناسبة أصحاب مزارع الفاكهة الاستوائية في مصر برعوا في زراعتها، وبقوا مش بيكتفوا بمحصول واحد في مزارعهم، دول بيحملوا محصول واثنين وتلاتة في نفس وحدة المساحة، يعني الفدان بينتج 3 محاصيل استوائية في نفس الوقت. دلوقتي حضراتكم في مدينة العاشر من رمضان بنزور أحدث مزارع الفاكهة الاستوائية في مصر، أسسها على مساحة 5 أفدنة شاب مبدع اسمه وليد مرجان، وهو بيمتلك شركة للدعاية والتسويق، اللي بيكسبه من هنا بيحطه فوراً في مزرعته عشان يكبرها، وزرع تحت إشراف المهندس فهيم أبيل خبير المحاصيل البستانية وإنشاء مزارع الفاكهة الاستوائية محاصيل الباشن فروت كنبات متسلق ومثمر واللي سعره في السوق المحلي، والدراجون فروت اللي بقى أغلى فاكهة في مصر، وكمان الأناناس أحدث الفواكه الاستوائية اللي بتتزرع في مصر حالياً. المزرعة جديدة نوفي وبجد تفرح، ومنظمة بشكل بديع جداً، وكل شجرة اتزرعت ليها السجل كامل، وصاحبها وليد مرجان مركز جداً ومخطط للتوسع في 5 أفدنة تانيين، لأن كل المؤشرات بتؤكد نجاحها. الباشن فروت بقى ولا العنب في إنتاجيته، والأناناس نجح، والدراجون فروت أنتج بشكل بديع جدا، وبقى عنده كمان مشتل لشتلات الباشن فروت والدراجون فروت. تعالوا نقابل وليد مرجان مؤسس مزرعة مرجان أورجانيك من حوالي 16 شهر في الغابة 5 بمدينة العاشر من رمضان. دي جنتك، انت عامل مزرعة حلوة قوي، تزرع الباشن فروت
والدراجون فروت والاناناس، ولسه بتخطط كمان لمحاصيل اخرى استوائيه. ايه الاتجاه ده بقى؟ احكي لي. طيب، هو مبدئيا ده مش البيزنس بتاعي. تمام. البيزنس بتاعي الاساسي شركه دعايه وتسويق، لكن ده كان حلمي من زمان جدا من وانا صغير ان يكون عندي مزرعه. فقعدت ادور على اراضي لغايه ما وصلت للمزرعه هنا، وبدات اخطط. دي مزاد صح كده؟ دي مزاد. من جهاز العاشر من رمضان. بدات اخطط المزرعه دي هتبقى ايه. المساحه مش كبيره، بما ان المساحه صغيره فلازم تشتغل على محاصيل نادره وقويه، ودي لها توابع كبيره يعني كتيره جدا متعبه، من ضمنها ان من اول الحصول على الشتله لطريقه الزراعه بتاعتها اللي هي مش معروفه قوي. اثمرت الحمد لله عن اللي انت شايفه دوت. واحنا بنخطط ان احنا نكون عندنا 5 زراعات استوائيه نادره، ان شاء الله نفيد بها الدخل القومي او نقدر نصدرها بره مصر ان شاء الله. احكي لي بقى، جبت شتلتك منين؟ عايز تفاصيل بقى. اتحركنا بشكل فلاني، واول ما خدت خطتها بشكل فلاني. لا، هنرجع للسيرش. وشتلاتي لفيت على كل مشاتل مصر. هنرجع للتخطيط الاول. تمام. التخطيط الاول انه ان انا اذاكر الانواع اللي هزرعها، ده خد مني وقت طويل شويه. وبعدين استقريت على 5 انواع، الحمد لله انا زرعت منهم 3 دلوقتي، اللي هو الباشون فروت والدراجون فروت والاناناس. علشان يعني استفيد من المساحات بتاعتي، زرعت التلاتة مع بعض، الباشون فروت مع الدراجون فروت مع الاناناس. المساحات المزروعة قد ايه؟ المساحة 5 فدان اجمالي مساحة المزرعة صح كده؟ 5 فدان اجمالي مساحة المزرعة، حوالي 3000 شجرة دراجون وحوالي 1500 شجرة باشون. 3000 دراجون؟ ايوه. و1500 باشون فروت. وحوالي 5000 اناناس. الحمد لله ربنا كرمنا وطلعنا بشاير السنة اللي فاتت كانت هايلة جدا. نوع ايه بقى؟ امبريال ريد، رويال ريد، ايزيس. امبريال ريد ورويال ريد وايزيس. تمام. وايزيس. وعندنا جابانيز جودزيلا، وعندنا. بتقول لنا بالالوان، احمر ولا اصفر ولا ابيض؟ احمر قلب احمر. احمر قلب فوشيا. احمر قلب ابيض. ابيض فيتنامي. طول عمره الباشون الدراجون كده. واصفر قلب ابيض. بس. ونسبه السكر اعلى في انهي نوع؟ الرويال اكتر حاجه يعني. الرويال. اللي مطلعها معانا بريكس. بس هو الفكره مش في السكر بس. الفكره انه الدراجون لازم يبقى سكر وتست. فاحنا كمان شغالين ومصممين قوي نشتغل اورجانيك. يعني بنسبة كبيرة احنا الحمد لله ما بنستخدمش. يمكن الباشمهندس فاهم معانا الاستشاري اللي بيشيك على المزرعة، بيتابع المزرعة، بيحط لنا 90% تقريبا اورجانيك. خلي بال حضراتكم، وليد مرجان مؤسس مزرعة مرجان اورجانيك بيخطط لانتاج حوالي 5 اطنان من فدان الدراجون فروت خلال الموسم الحالي، وانه يرفع الانتاج ل 12 طن دراجون فروت خلال سنتين. وبينتج من فدان الباشون فروت النهاردة حوالي 5 أطنان، وبيخطط لإنتاج 7 أطنان في الفدان الواحد. أما الأناناس المصري فده بيتباع بالثمرة الواحدة. بجد حاجة تفرح. طب خلينا ناخدها واحدة واحدة. الدراجون فروت حضرتك بتقول إن أنت أنتجت منه بشاير السنة اللي فاتت، هل نجحت في تسويقه؟ الحمد لله الكميات اللي طلعت كلها اتباعت، وطبعا كان في جزء كبير. سوق ولا أونلاين ولا إزاي؟ أونلاين لبعض السيطات اللي بتبيع على مستوى محدود يعني، لأن الإنتاج أصلاً ما كانش، كان بشاير بس، مجرد بشاير. بعت البشاير بكام تفتكر؟ البشاير الدراجون ب 250 وب 200 الكيلو. حلو قوي الكيلو. بس في ناس بتبيع ب 600. ما هو يعني دي أسعار لما بيوصل المستهلك النهائي. دي أسعار المستهلك النهائي في السوبر ماركت والحاجات ديت، لأن هم بيحطوا رقم مغلفي شوية، يمكن عشان هم بيجيبوا كمان مستورد منه. إحنا عايزين ننزله كمان عن 150، وعايزينها تبقى فاكهة ممكن نشوفها عند الفكهان العادي اللي في الشارع. مش لازم تروح سوبر ماركت معين باسمه معين عشان تشتري منه، وتشتري بالسعر اللي إحنا بنسمعه ده 700 و800 كده. عندنا حوالي 12,000 شتلة دراجون فروت عملت لنا بشاير وبقناها ومبسوطين من هذا المحصول ده كده. اطمننا ان الخمسه فدان فيها محصول قوي جدا الحمد لله. الباشو النهارده ما شاء الله عندك عنعيد عنب. الله اكبر. الباشو الفروت ده قصه بقى يعني، دي شجره قصه. جبت شتلاتها منين واشتغلت عليها ازاي ووصلتها للمرحله دي ازاي؟ احنا جبنا الشتلات من حوالي 4 أو 5 مصادر. موجوده في مصر، متوفره شتلات موجوده في مصر، بس مش بكميات طبعا. فعشان كده احنا لجأنا لاكثر من مصدر. يعني عارف النوع اللي عندك؟ عندي بنما سكري، وعندي فريدريك، وعندي جولدن يلو. جدع. ازاي وصلنا لكده؟ وصلنا كده الحمد لله اورجانيك. النحل عامل مهم جدا في الباشون. الرعايه طبعا، احنا من اول ما احنا بقى لنا سنه ونص بس في المزرعه، ده عمر المزرعه كله سنه ونص، لكن تقريبا ما كانش فيهم نوم. يعني عايز اعرف منك، بعت المحصول ازاي؟
البشار تسال فاتت برضه. الحقيقة تواصلنا مع فنادق وتواصلنا مع مجموعة سوبر ماركت شهيرة في مصر، وهم خدوا مننا الثمر وبيعنا جزء منه كمان أونلاين. يعني في صيدات موجودة في على النت بتاخد الفاكهة وبتبيعها. الكيلو بكام بقى؟ من عندك والله هم من عندهم، هم بيحطوا أرقام غريبة. ليه دعوة عندك أنا بكام؟ عندي ب 150 البشر. 150 جنيه أدي ثاني محصول نطمن له، وما شاء الله الرعاية كاملة جدا، عشان كده الإنتاج كبير. طيب الأناناس بقى ده تحدي كبير. يعني محدش تقريبا نجح فيه في مصر تقريبا. لا الحمد لله. انت يعني دخلت بقى التحدي ده ليه بقى؟ ان انا ازرع بالكم ده، انت ما فيش مكان فاضي غير لما حطيت فيه واحدة اناناس. بص هقول لحضرتك حاجة، احنا الهدف والمبدأ من المزرعة ان احنا كنا نعمل طبق استوائي، الدولة بتتكلف فيه دولارات كتير قوي. صحيح. ونبدأ التجربة دي بالمساحة الصغيرة دي، وطمعانين طبعا متعشمين في ربنا ان تكون مساحة اكبر. فكان من ضمنها يعني في ثمرة اللي هي ما ينفعش تبقى في طبق استوائي من غيرها، الاناناس. الاناناس الحقيقة مرعب جدا في مصر، لانه هو بيحتاج عدد ساعات برودة معينة، بس الحمد لله احنا نجحنا فيه. انا وريت حضرتك ثمرة بدأت تظهر. مظبوط. هو بس بياخد وقت طويل شوية، واحنا حفظنا خلاص هو بيحتاج ايه. يعني هو بيحتاج ظل شوية، فده مناسب قوي انه تحط. ما انتجناش منه اي ثمار. لا ما انتجناش، ده بياخد سنتين. لكن بدأ يبشر الحمد لله، فاطمنا وبنزود المساحات بتاعته. هيبقى في ورا مساحتنا حوالي 5000 شجرة أناناس. والحقيقة الأناناس الناس بتهرب منه عشان هو بينتج ثمرة واحدة، وهي دي الصعوبة. فعايز مساحات الكم بقى، مساحات كبيرة. يعني الفدان المفروض بياخد 20,000 شتلة. بتخطط ليه تاني؟ انت عندك المساحة، لسه عندك مساحات، هتعمل ايه؟ في مساحة كبيرة كده هتبقى برا، احنا عايزين نعمل يوم ريفي جميل في المزرعة، على مساحة تقريبا حوالي 10,200 متر. الناس تاكل وتشرب وتقعد تتفرج على الزرع، بس مش هيبقى بشكل تقليدي عشان احنا ما بنعملش حاجة تقليدية خالص. طب عايز تعمل ايه؟ هيبقى شكله اوفر شوية، يعني هيبقى يعني مش ما نحرقش الموضوع، هيبقى في عامل الجست اللي داخل او الزائر اللي داخل هيعمل حاجات بنفسه جوه المزرعة. يشتغل بنفسه؟ هيعمل حاجات معينة كده فيها ترفيه، هيحبها جدا وهو بيعملها، مش هيحس بمجهود خالص، بس ده بيتخطط له من دلوقتي يعني. تعالوا بقى نقابل المهندس المحترم فهيم أبيل، خبير المحاصيل البستانية وإنشاء مزارع الفاكهة الاستوائية، عشان يفهمنا المعاملات الزراعية للمحاصيل الاستوائية، الباشن فروت والدراجون فروت والأناناس. تعالوا نقابله. احنا بنحبك. الله يبارك. صح ولا لا؟ واحنا كمان زرناك حوالي مرتين في مزرعتك في جنتك. انت كمان نجحت انك تخلي الراجل المحترم ده وليد مرجان يبقى عنده جنة بتاعته، وبأفضل معاملات زراعية وبأعلى إنتاجية. يا أخي أنت دماغك حلوة في زراعة النباتات الاستوائية، أنت خبير في تأسيس المزارع الاستوائية. عملنا هنا إيه؟ معاملات فنية عشان توصل المرحلة دي. أي مشروع بيتم بدايته لازم يكون فيه أول خطوة مخطط التخطيط، بدايته التخطيط. فإحنا خططنا بفضل الله إن إحنا إزاي نستفيد بأقصى درجة من التربة ومن المية ومن المساحات الموجودة. اديني بقى ملوحة هنا وملوحة المية وعملنا ايه، اديني فنيات. عندنا الدراجون بفضل الله ما شاء الله بيتحمل درجة الملوحة لدرجة 2000 و3000 جزء في المليون، وفي اماكن مزروعة على اكتر من 3000 جزء في المليون، والدنيا ماشية والامور تمام التمام. هنا المية جوفية، الارض هنا كويسة خالص والمية كويسة، فيش مشكلة. مش كده؟ المية يعني شغال ببير. لا مفيش مشكلة، احنا المية بتجينا من طرق مختلفة، بس مية يعني مفيش ابار مشكلة. ولا مياه بحري؟ في بير وفي بحر. فاحنا اول حاجة عملناها ازاي نحط اكتر من محصول في مكان واحد. حضرتك عارف ان مشاكلنا في مصر ارتفاع التكاليف، وخاصة تكاليف الانشاءات. احنا عندنا الفواكه الاستوائية مستقبلها جيد في مصر، وبفضل الله احنا عملنا نماذج وحضرتك شفتها، وكل يوم لنا فكرة جديدة زي ما قلت حضرتك كده في الانشاءات، لان الانشاءات بتتكلف ارقام كبيرة. فاحنا ازاي نستفيد من الانشاءات ونستفيد من التربة ونستفيد من كل سنتي مية داخل التربة وكل جرام تسميد. وبالمناسبة المزرعة دي احنا 90% من برنامج التسميد بتاعها أسمدة عضوية. نوعها ايه يعني؟ ما تدينا تفاصيل. الأسمدة العضوية اللي هي زي الكمبوست، زبل الحمام، مزارع الدواجن، كل ده بيتم تعبيته ونقعه في المية، وبناخد المزيج وبنضيف عليه إضافات بسيطة، وبيتم أخذ العصير ده، بيبقى عصير كده ايه يعني زي ما بقول عصير فريش يعني. بناخده نحطه في المية وبيوصل للنبات بسهولة ويسر. والأهم من كده ان في أسمدة ايضا بتتحط زي ما هي كده بالمكونات
بتاعتها بدون عصير، بتبقى جافة، بتتحط حوالين النبات بحيث النبات بياخد منها على فترات مختلفة، لأن احنا في أوقات ما بنسميتش فيها اللي هي الأوقات رقود النبات، زي مراحل الفترات الشتوية النبات بيكون فيه في حالة سكون، فاحنا بنحاول نديله كمية تغذية بسيطة عن طريق الأسمدة اللي هي الجافة حواليه. فاحنا عملنا المخطط على اساس نزرع اكتر من حاجه، زرعنا بفضل الله دراجون على نظام الاعمده زي ما حضرتك شايف، زرعنا الباشون عشان يديله نسبه تظليل، وزرعنا الاناناس اللي حضرتك شايفه ده، احنا عندنا اكتر من 1000 عبوه للفدان بسم الله ما شاء الله، بنستثمر كل سنت في الارض بحيث النباتات دي، الاجمل من كده ان هي بتخدم بعضها. احنا حضرتك عاملين خطين دراجون وخط باشون، خطين الدراجون دول لازم يتخللهم التهويه والاضاءه، احنا عندنا الضوء من الاخطاء اللي عند الناس كتير منتشره. بس خليك تقولها تاني دي يا جماعه، حاجات مقصوده هو اللي قصدها. احنا دايما بنشتغل على التعليم الخضري للنبات عشان خاطر نفتح الضوء، صح ولا لا؟ بالظبط ده اللي انت علمتنا ليه لما رحنا لك المزرعه. بالظبط احنا زي ما اتفقنا، احنا كل يوم لينا فكره جديده، واحنا هناك بنفلتر الافكار دي وبنحاول نبعتها لحبايبنا اصحاب المزارع، بحيث ان هو ما يسيرش بالمشوار الطويل. واكيد خلال المشوار في بدايه التعليم بيكون في حاجات ساقطه، حاجات فاشله، ده طبيعي، لكن احنا في النهايه لما نيجي نشتغل على مساحات كبيره زي ما احنا شايفين كده لازم تكون الافكار مفلتره، وبندي لان كل حاجه النهارده مصروف، فالمصروف عالي، بدينا نفكر بقى ايه ناخد اكتر من محصول في المكان الواحد، وبدينا نشتغل بقى ايه ازاي نستفيد بالميه، نقطة المية وجرام التسميد اللي أنا بنحطه في الأرض. النتائج بفضل الله رائعة. بالمناسبة الدراجون فروت فاكهة شهيرة جدا وبقت معروفة في مصر، وهي بتنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية زي آسيا وأمريكا اللاتينية، وبتتميز بشكل الثمرة الجذاب ولونها المبهر ولبها الأبيض أو الأحمر، وفي بعض الحبيبات السوداء، وهي غنية بالكربوهيدرات والبروتين والدهون والألياف، وكنا بنستوردها من الخارج، وكان سعر الكيلو بيعدي 600 جنيه، لأنها باختصار واحدة من أنواع الفاكهة اللي ليها فوائد صحية عظيمة جدا. النهاردة على باب المزارع بالكتير سعر الكيلو 200 جنيه. أنت عامل حاجة بالنسبة للمهندس فهيم قبيل سهلة، بالنسبة لنا احنا صعبة، ولازم ناخد بالنا من حاجات معينة عشان الثلاث محاصيل ينجحوا. ايه المحاذير؟ في البداية لازم ندرس المناخ، احنا عندنا المناخ المصري مناسب جدا لكثير من الفواكه الاستوائية، فاحنا عملنا نباتات تخدم بعضها، انا محتاج نسبة تظليل بسيطة للدراجون، خدنا الباشن، عندنا الاناناس ده بيحتاج تظليل ما بيحتاجش حرارة، الحرارة العالية بتأثر فيه، قام بنفس الدور الباشن، قام بنفس الدور، حطينا العبوات الاناناس تحت الباشن، فاحنا عندنا ثلاث محاصيل بتخدم بعضها. العمليات الفنية مهمة جدا، زي الري بتاعهم واحد، الري بتاعهم يعني احنا عندنا خلاص. الدراجون بيبقى اقل في كميه الميه، الباشن عشان النمو الخضري والاستهلاك بتاعه بيكون عالي فبياخد كميه ميه اكتر، الاناناس احنا حاطينه في عبوات فاصل الري على كل واحده، صح طبعا مفصول عن بعض، يعني ممكن توقف الدراجون وتشغل الباشن في الري، بس مفيش اي مشكله خالص، مفيش اي مشكله يعني عامل ده على محابس، ده على محابس وده محابس، ولو الناس اضطرت انها تعمل الوضع كله على نظام واحد فبيبقى قريبين من بعض، الدراجون بياخد ما يكفيه لكن هيفقد كمية زيادة من الماء. احنا عندنا الفدان العادي في المزارع للفواكه التانية زي البرتقال والمانجا وغيره بيوصل لعشر تلاف متر مكعب في السنة ماء، احنا عندنا الدراجون ممكن نوصله لألفين وتلات تلاف، فاحنا بنوفر كمية ماء كبيرة ومحصول كويس جدا. احنا المستهدف بفضل الله في الدراجون هيكون 12 ل15 طن للفدان الواحد. تكلفة المزرعة هنا وصلت لكام؟ التكلفة لو اتكلمنا في الفدان، عشان المساحات دي والمساحات اللي حشناها بره، الفدان متوسط حق التكاليف فيها تفاصيل كتير جدا، وكل واحد متوسط، وكل واحد ليه بس بالثلاث محاصيل الدراجون والباشون والاناناس ممكن نتكلف 400,000 للفدان الواحد، للفدان الواحد ده متوسطات. الفدان بياخد قد ايه دراجون فروت؟ لو انا هزرع زراعات عادية او زراعة مكثفة، العادية ممكن معايا من 1200 شتلة لحد 2800 شتلة، فدان يسعى 2800 شتلة في أربعة؟ لا احنا عندنا أربع شتلة، أنا بعد بالشتلة، لكن العمود احنا عندنا الفدان بياخد 350 عمود في الزراعات العادية، وبياخد 700 عمود في الزراعات المكثفة. 700 عمود لو حضرتك ضربتهم في أربع شتلات يعني 2800 شتلة. 2800 شتلة. لو كل شتلة جابت لي كيلو، ده بسم الله ما شاء الله بنتكلم في دخل في أرقام كبيرة جدا. طيب الباشون
الفدان الباشون كم مختلف شجرة؟ تماما عن الدراجون في العدد. احنا عندنا الفدان اقصى حد لعدد الباشن في الفدان 350 شتله، لان هو بينتشر لانه بينتشر وبيملى المساحه الافقيه، فمش محتاجين عدد كبير، لان الاعداد الكبيره دي يعتبر بتموت بعضها، لان بتتداخل وتترطاطم مع بعضها وبتعمل تصدير، وفي الاخر ما بنستفيدش بالاعداد ده، فبنضطر نشيل شتلات من الاعداد الزائده اللي انا حطيتها. اسالك سؤال، هل تنصح الناس اللي عندها مساحات صغيره 5 10 فدان يتجه لهذا الامر، خصوصا في المناطق الجديده، ان يعمل زراعات مختلفه وجديده ونبقى منتجين لهذه المحاصيل عشان نوصل لمرحله الناس دي تبقى مصدرين؟ بص حضرتك، دائما المساحات الصغيره انا بنصح دايما ان نعظم الفايده بتاعتها. انا راجل عندي قراطين 3 4 5 10 بحاول ان انا استفيد اقصى استفاده. انا عندي فدان الدراجون زي ما اتحكى كده، لو انا عندي العمود الواحد لو جاب لي 10 كيلو في 100 جنيه ب 1000 جنيه، وعندي زيهم فوق بالنسبه للباشن المساحه المتر المربع بيديني كيلو 120 150 جنيه، فانا بحصل ارقام كبيره. الارقام دي مش موجوده في اي محصول تاني. وليد مرجان صعيدي من انا، يعني جدع مقصل وخطواته محسوبه، وبيساعده خبير محنك في الزراعات الاستوائيه وهو المهندس فهيم قابيل. وزي ما نجحوا في زراعه الباشن فروت والدراجون فروت والاناناس، هيزرعوا الموز الاحمر والكيوي جول وغيرها كتير من المحاصيل الاستوائيه، ربنا يوفقهم. دلوقتي مع حضراتكم هنزور واحده من المزارع اللي بتربي دود الارض وبيحولوا مخرجاتها لاسمده الفيرمي كومبوست. المزرعه اسسها شاب اسم محمود بسيوني وشهرته بيسو. خلي بال حضراتكم، فيرمي كومبوست بيسو هو الاشهر في مصر. خليكم معانا. ده اسمه دود الأرض، شيء رهيب بيعيش في أي تربة رطبة وبيتكاثر بسرعة البرق، ولو تغذى على أي مخلفات سواء زراعية أو حيوانية بيبقى وحش. ومخرجاته بعد الهضم بتبقى عبارة عن أسمدة فريدة من نوعها اسمها الفيرمي كومبوست. العالم كله بيزرع بيها منتجات عضوية من غير أسمدة كيماوية، وهي بتزود الإنتاج وتحسن خواص التربة وترشد في استهلاك مياه الري. أما التكلفة فلا تذكر، سوتس تكلفة التسميد بالكيماوي، وده اللي جنن بيسو. بيسو هو محمود بسيوني صاحب مزرعة بيسو لأسمدة الفيرمي كومبوست. بدأها من الصفر، ولا كان يعرف حاجة عنها ولا عن طريقة إنتاج الفيرمي كومبوست، ورغم كده نجح في إنتاج الأسمدة بأعلى جودة وكله بالتحليل. مزرعة بيسو أو المزرعة المستدامة لتدوير المخلفات وإنتاج أسمدة الفيرمي كومبوست، زرناها في محافظة الأليوبية مركز الخنكة بقلب مدينة الألج عشان نتعرف على سلالات دود الأرض اللي بيشتغل بيها وينتج أسمدة الفيرمي كومبوست، ونشوف نتائج تجربة طبقها محمود بسيوني مع الدكتور محمد فتحي سالم خبير الزراعة الحيوية عشان نقلل من مدة الدورة الإنتاجية للفيرمي كومبوست لحوالي 37 يوم بالكتير. أصل الدود على ما يأكل ويهضم المخلفات الزراعية اللي بيتغذى عليها وينتج اليرقات الجديدة وأسمدة الفيرمي كومبوست بياخد شهور، وهنا كان لازم بيسو يدور على حل. محمود بسيوني بن قوسين بيسو بدأ يشتغل على فكرة المكمورة العضوية للمخلفات باستخدام مركب النوفا بلس، وبعد تخمرها تتغذى عليها ديدان الأرض وخاصة الزاحف الأفريقي، ونجحت الفكرة وزادت كميات الفيرمي كومبوست وقلت مدة الدورة. تعالوا نقابل محمود بسيوني صاحب مزرعة بيسو لأسمدة الفيرمي كومبوست. حضرتك نجحت في تأسيس مزرعة مستدامة لتدوير المخلفات وإنتاج أسمدة الفيرمي كومبوست. دي أنواع عجيبة جدا سبحان الله من الديدان بنحطها في المخلفات، بتفترسها وبتدينا خير بيخص بالتربة بشكل محدش يتخيله، بتدينا إنتاجية محدش يتخيلها. اللي قدامنا ده يا جماعة دي أسمدة الفيرمي كومبوست، ودي مهمة جدا. اللي بيفهم في الزراعة عارف قيمة كل جرام من ده، صح ولا لا؟ أكيد. طيب براحة كنا مبدئيا احنا بدأنا صغيرين جدا زي الناس ما بدأت،
تجربة، علبة كشري بتجرب، صح علبة جده؟ كشري دود فيها دود، فلقيتها نجحت، فاضطريت والحمد لله رب العالمين ان انا ابيع شقتي اللي ملك، وقلت بسم الله الرحمن الرحيم هتوكل على الله. واحدة واحدة بدأنا نكبر المشروع، وخدت مكان واتنين على اساس ان انا اشتغل. المكان الصغير حسيت انه ضيق عليا جدا، قلت لا لازم اخد ارض بقى واسعة شوية وان انا ابدأ اكبر. ايه اللي خلاك اهتميت اول مشروع كده؟ انت جبت شوية دود حطيته في مخلفات، ايه اللي حصل؟ الفايدة، فايدة السماد الناس كلها بتتكلم عنه، ده رقم واحد. رقم يعني شوية الدود دول تحولوا لايه؟ تحولوا الكنز طبعا، تحولوا الكمية دود. اكسار جامد جدا، فاصبح ان انت لا الاكسار بسم الله ما شاء الله ممكن يوصل 30 و40 ضعف في 3 4 شهور 5 شهور، ممكن تلاقي عندك كنز من الديدان. طب الديدان فايدتها ايه؟ لا عرفت انه بينتج افضل سماد عضوي حيوي في العالم، صحيح، الفيرمي كومبوست. بس دورته قد ايه في البدايه كانت معاك؟ دورته في البدايه كانت ممكن تاخد من 4 شهور ل 6 شهور عشان تقدر تطلع كميه فيرمي. انت عملت ايه بقى؟ عملت ايه بقى؟ بدات ادور. دي مشكله، ده تحدي كبير. دي طبعا مشكله كبيره جدا، لان انا هاكل منين في خلال الست شهور انا وبيتي واهلي وعيالي. دور بقى ايه اللي ينجز معايا في الانتاج. طبعا بحثت ايه اللي يحلل لي المخلفات سريع، قال لك هات اي ام. رحت جبت الاي ام من وزاره البيئه، وزاره الزراعه. بكتيريا؟ دي بكتيريا، دي انواع بكتيريا بتشتغل على تحلل المخلفات. جبنا الاي ام، الاي ام طبعا يعني كل 15 يوم عايز الكومة تتقلب لحد 3 شهور، وكل 15 يوم تقليب مجهود وتعب، بس طبعا انا كنت مبسوط بيه. سألت بقى تاني، انا عايز حاجة يا جماعة تسرع لي الدنيا شوية، طلب مني كميات، لان بعمل فيرمي كاست غير الفيرمي كومبوست. ناس بتخلط فيرمي على كومبوست يقول لك ده فيرمي كومبوست. ايه بقى من يوم مخرجات ديدان فقط، يعني انت بتبيع مخرجات ديدان، ان انت تاخد المنتج ينفعك فعلا. تخلط ال 200 كيلو او 300 كيلو على 7 8 طن كومبوست واخلطهم بيهم الارض. ال 200 300 كيلو دول هيحللوا لك ال 12 13 طن مخلفات للتربه، يجهزوها لك، لان البكتيريا والانزيمات اللي موجوده في الفيرمي طبعا حاجه عجيبه جدا. خلال قد ايه؟ في خلال قد ايه؟ في الزرعه. طب سمعت قال لك الدكاتره مثلا والناس بعتوا لي الرسائل، يا حبيبي المخلفات اللي انت شغال فيها بيها دي ممكن يكون فيها متبقيات أدوية وكيماويات مضادات حيوية وحاجات زي كده. رأس الخيل، هل أنت تعلم أن الخيل صاحبه حقنه مديله علاج مديله حاجة؟ فطبعا قالوا لي روح مركز القومي للبحوث هات فطر اسمه ترايكوديرما. بعد لما جبت الفطر ده عملت إيه؟ جبت الفطر طبعا واشتغلنا بيه. الفطر جميل جدا وبيطلع الحاجة جميلة. اللتر بتاعه كان ساعتها عامل 200 جنيه 220 جنيه، دلوقتي ما شاء الله وصل 300 جنيه. 300 جنيه برضو المخلفات بتقعد شهرين لشهرين وعشر أيام قبل ما تتحلل. طب وفرنا بتاع حسبة 50 يوم. وفرنا، بس برضو أنا بتطلب مني كميات فيرمي أنا ما بقدرش عليها. أنا عايز أفرم المخلفات، عايز أنجز في الإنتاج، عايز يبقى عندي كمية إنتاج ضخمة عشان أقدر أسد المطلوب بس. ففضل الله سمعنا طبعا عن النوفا بلس، ده منتج النوفا بلس، دكتور محمد فتحي سالم. دكتور محمد فتحي سالم طبعا. هطلق منين ان انا ممكن استخدم منتج بيستخدم لتسميد الزراعه في ان انا اعدل التركيبه بالاتفاق مع الدكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعه الحيويه المخضرم، وابدا اشتغل بيه على الفيرمي كومبوست؟ طبعا اتفرجت على فيديوهات ليهم ان انت لازما كفلاح تكمر المخلفات بالنوفا بلس. فسالت ودي حتتك. للبشمهندس عمر الهواري، طب انا عايز اشتغل في الموضوع ده. قال لي طب ثواني بقى اتكلم لك الدكتور محمد. فطبعا اتواصل مع دكتور محمد وقال له ده بيسو بيسال بكده كده كده كده. فالمهم زبطنا الدنيا، قلنا لازم نعمل تجربه. ايه التجربه؟ احكي لي التجربه. طبعا حققنا النوفا بلس بالكبريت بالسوبر فوسفات على تقريبا طن ونص او 2 طن مخلفات. المخلفات دي كانت عباره عن مخلفات زراعيه، مخلفات زراعيه وحيوانيه. طبعا شهر وسبعة ايام، واحنا قعدناها شهر وسبعة ايام. احنا كان التحدي شهر. البشمهندس عمر والدكتور محمد قال لي هتقعد شهر يا بيسو، مش هتقعد اكتر من شهر. 37 يوم قعدناها، 37 يوم عشان ايه؟ كان عندنا ظروف رمضان والعيد وكده. تمام. قدمت منها الوجبه، اتطمنت لها انها تمام. بسبب ايه؟ ان انا اديتها للدود، والدود بدا يهضم وياكل وطلع منها هي القصد. قمت معبي جردلين دود يعملوا النهارده 10000 جنيه، كنت فاحر في نص الكومه بتاعت النوفا بلس التجربه، كنت مفضي الدود. دي التجربه اللي هنا، التجربه اللي هنا اللي ورايا. وده اكبر تحدي بالنسبه لي. تعمل مكان ورا اسمه الغابه. الغابه انا عمال اتفرج عليه، الارض تحتنا سفنجة. خفيفه سفنجه. ليه؟ مش ارض،
دي عبارة عن مخلفات، وكل ده تحت دود، كل ده تحت منه دود. يعني هو عايز كده، هو عايز يعيش بغابته. 37 يوم تفرق معاك في ايه؟ تفرق معايا كتير جدا طبعا، ومش 37 بقى. يوم بس يعني 37 يوم دول أثروا لي حوالي شهرين. تمام. من أسرع حاجة أنا اشتغلت بيها زي هو الترايكوديرما مثلا. تمام. طب ده رقم واحد. رقم اتنين ايه اللي هيتضاف؟ ان تاني عنصر نيتروجيني وأقوى تاني عنصر نيتروجيني احنا بنضيفه اليومين دول للفيرمي هو الكبريت والسوبر فوسفات طبعا اللي هو الفوسفور تقريبا. بنضيفه للفيرمي جديد مع البكتيريا والحاجة بتاعت النوفا بلاس. وجبة كاملة للزرعة، وجبة كاملة متكاملة للفيرمي نفسه، ان هو تدي للزرعة الواجب اللي هي عايزاه. فده الجديد اللي الدكتور محمد ضافه لنا طبعا. النوفا بلاس أثر المدة بقيمته العالية، أثر للمدة بتاعت تحلل المخلفات وإنتاج الفيرمي في أسرع وقت. ضاف لي عنصرين مهمين جدا لأي زرع خلقها ربنا للفيرمي. أنا مبسوط جدا. تعالوا بقى نتعرف على تقييم كامل لاستخدام أسمدة النوفا بلس الحيوية في إنتاج الفيرمي كومبوست أو تجهيز المخلفات العضوية لديدان الأرض. هنقابل الدكتور زكريا الحداد أستاذ هندسة الزراعة الحيوية بجامعة بنها. وبالمناسبة لما يتكلم الدكتور زكريا الحداد لازم نركز عشان نفهم ونتعلم. دكتور، قولا واحدا، إذا حضر الماء بطل التيمم. حضرتك علمنا وأستاذنا الجليل، تقييمك لهذه التجربة في أسمدة الفيرمي؟ الفيرمي ده عبارة عن سماد فيه كل العناصر الغذائية اللازمة لتغذية النبات. والحاجة التانية كمان إن هو زي ما قلت لحضرتك كده، إن ممكن أي مزارع يعمله ببساطة شديدة جدا. الفكرة إزاي ننشر هذه التقنية في مصر؟ إن إحنا لازم يبقى فيه مركز تدريب متخصص، ويبقى فيه مزرعة أم تمد المزارعين بنوع من الدود اللي هو يعمل هذا الموضوع. زي ما قلنا هو سماد الدود، فلازم يبقى فيه دود متخصص في هذه العملية. المزارع هياخد شوية دود صغيرة كده على قد الكومة بتاعته، وطبعا في حسابات ليها، يعني ياخد قد ايه دود يحطه في الكومة. طبعا بياخد سماد النوفا بلس عشان يجهز الكومة للدود، ويحطه على الكومة ويكمرها لمدة معينة، وبعدين يحط الدود. الدود هيشتغل على طول يطلع له الفيرمي كومبوست. دكتور، هو احنا زمان واحنا صغيرين كنا بنروح مثلا في بلادنا ندور في الطين نلاقي الدود نصطاد بيه، فاكر القصه دي؟ صحيح طبعا، طول عمرنا. اه طبعا. وجود ال- 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 الديدان دي او الدود ده في التربه، صح غلط، اثاره ايه، متبقياته ايه، ممكن يعمل معانا ايه؟ لا شوف، هو الدود ده لما نحطه في المكان المظبوط بتاعه مش هيعمل لنا اي مشاكل مهما كان عدده خالص. بالعكس ده فايده. لا بالعكس، ده فايده كبيره جدا. يعني لو كل الواحد عنده نخله لسه يحط تحتها يعني مجموعة، حتى مصنع أسمدة تحت بالظبط كده. تعالوا بقى نقابل الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية عشان نتعرف على أسباب حرصه على مساندة منتجي أسمدة الفيرمي كومبوست. دكتور، احنا موجودين هنا في الخنكة في الأليوبية عشان نحضر تجربة في مساحة أقولك إيه 2000 متر، ولكن نصف الدين. أي. في حاجة عظمة تحصل. الراجل ده بينتج أسمدة الفيرمي كومبوست بشكل مختلف تماماً، وخلاك غيرت له تركيبه النوفا بلس. افهم دماغك يا دكتور. بيش ده انا بشوفه ان هو ناشط بيئي بقاله 5-6 سنين، انا متابعه وشايف الصراع اللي هو بكتير بينادي وبيروح لكل الجامعات وعايز يحضر من سيمينار وورك شوبس. اجي يا جماعه ساعدوني. هو بيستغيث ان دوره اللايف سايكل بتاع الفيرمي كومبوست بتقعد اراوند 6 شهور، وبالتالي اي حد بيشتغل في الصناعه دي لازم يطلع منها، ان ما بقتش بتكسب. يعني ليه حضرتك مهتم بالفيرمي؟ هم 70-80 واحد واسمده بسيطه ويدوبك مكفي نفسه. ليه حضرتك مهتم بالقطاع ده تحديدا؟ الفيرمي كومبوست يا استاذ غانم، انا عندي رؤيه ده يحل ازمه الزراعه الحيويه في مصر. احنا عندنا من 40-42 مليون طن مخلفات زراعيه. ده صحيح. الفلاحين مش عارفين يعالجوها باسلوب علمي، فالفيرمي كومبوست يحل القصه دي ويخصب ال 10 مليون فدان بتوع مصر. ايه اللي عملناه؟ بيشو بيعاني من كل الميت مربي بتوع الفيرمي كومبوست في مصر كلها اجتهادات بدون مراكز بحثية وراهم أو بدون جامعة تتبناه. ليك حركة تتخيل إن كيلو دود منه من الفيرمي، مثلا من الدود الفيرمي احنا بنسميه الزحف الأفريقي مثلا، قرب 1500-2000 جنيه. فلو مات منه، لو مات منه 10 كيلو خسر 20,000 جنيه، مين عوضه؟ فلازم بيشو وغيره كل الناشطين يعرفوا ايه الوجبة المثلى للديدان دي.
التانية إيه الحرارة المثلى، إيه الرطوبة المثلى، السي إن ريشيو بتاعهم. كلام قد يكون علمي شوية بس ما ينفعش نقول البيسو باللغة دي، لازم أقولها له بأسلوب مبسط عشان يتبنى الفكر وينجح. اللي عملناه معاه جينا في نص رمضان، بعت له تيم من عندنا، تيم شباب جدا مجتهدين، ازاي اوصل ان الفيلم كومبوست بدل ما يوصل في 170 ل 180 او 200 يوم، ازاي اعمله في ماكسيمم 70 يوم، 30 يوم وجبه و40 يوم فيلم قصد. ايه اللي حرك عملناه باللغه الدارجه خالص؟ بيسو كان من غيرنا يعمل دورتين او لثلاث دورات في السنه كلها، لا ممكن بالقصه دي يعمل من 8 ل 10 دورات في انتاج فيرمي. هو وصل اللي حوالي مثلا 4-5 دورات، تمام، لكن حضرتك هتوصلنا لعشرة. لعشرة عشرة في السنة. طب انت عملت ايه في النوبة بلس خليته ينفع للدود؟ غيرنا، درسنا الفيسيولوجي بتاع الدود، هو بيتكاثر ازاي، وعايز حاجة اسمها سي انيرشي وبي اتش قد ايه، فلعبنا في دي، يعني ظروف المثلى للدود. عيقناه في النوبة بلس، بنعمل لتر واحد وصغانم على 40 لتر مية، فبنينا التجربة لتر نوبة بلس بعد تعديله، ده المخصص للدود على 40 لتر مية. وعايزين بنحسب احنا الكمبوز ده بالطن، فعايزين للطن من 2-3 لتر يدوبوا في متوسط 120 لتر ميه، بعد ما خمر الوجبه دي ونحط عليها سوبر وكربيتيا المخموره بتاعتنا العاديه، واستنى 30 يوم. بعد ال 30 يوم دول اخد الكمبوز اللي متخمر ده ودي وجبه للدود، اعتبر ده الغذاء بتاعه. الدود هياخد كل الكمبوز ده ويهضمه ويطلعوا فيلم كاست موجود. خلال قد ايه بقى؟ اراوند 40 يوم. فالدوره من الف للياء بقت 70 يوم. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس عمر الهواري، مدير الدعم الفني في شركه بايو بيراميدز للزراعه الحيويه، واشرف على تجهيز مكمورات المخلفات الزراعيه لديدان الارض في مزرعه بيسو او محمود بسيوني. ركزوا معاه. حضرتك ساعدت محمود بسيوني في انتاج اسمنت الفيرمي باستخدام النوفا بلس، صح؟ تمام. تركيبة جديدة عملناها بالظبط كده. أسرارها إيه؟ إحنا هنا بدأنا طول عمره يطلع إنتاج فيرمي كومبوست أو يطلع إنتاج الدود بس بطريقة أطول ومش اقتصادية. فإحنا بدأنا لما ننزل هنا، يعني إحنا قلنا لازم نغير الطفرة دي أو نغير ثقافة أو فلسفة إنتاج الدود الأرض بس بمنتج حيوي، إن هو يقدر يعمل عملية إنتاج سواء بقى فيرمي اللي هو السماد أو يطلع فأس إنتاج شراني. طبعًا السماد ده طبعا عالي القيمه الغذائيه جدا بالنسبه للتربه، ساعد على تهويه التربه، الخصوبه، تحسين المساميه، زياده النفاذيه، بيخليها سفنجيه، بيساعد في عمليه التهويه. فانت تحط النبات يشتغل معك باسرع وقت. اول جزء بدانا مع الاستاذ محمود، احنا دخلنا في 3 دي ثلاث تحديات هنا. اولا ان انت عشان تطلع دوره كامله بانتاج الفيرم كومبوست انت معاك من الراوند من 5-6 شهور. احنا بفضل الله هنطلع الدوره كلها في 70 يوم عشان اتعايش او اخل او اوطن الدود ده. وهنا يعني الاستاذ محمود برضو عامل ميكس ما بين 3 انواع من الديدان. النوع الاولاني عندنا الريد ووجلر، عندنا التايجر وورم، عندنا الزحف الافريقي. علميا اصلا المفروض كل واحد دول بيعيش في ظروف بيئيه معينه، لان كل حاجه كل نوع من نوع الديدان ده لها معيشه وظروف بيئيه مناسبه. احنا الحمد لله كطفره ان احنا قدرنا وننجح ان احنا نوطن الثلاثه دول مع بعض ميكس كده ونطلع اعلى سماد حيوي عن طريق النوفا بلس. انا كطلع كمنتج حيوي مش هحطه للنوفا بلس، اللي انا بحطه بقى للموالح واحطه للبرسيم وكده. الحمد لله احنا متخصصين كل نوع من المحاصيل ليه منتج معين. دكتور محمد بدا يفكر اللي هو يعني تفكير بره الصندوق شويه، لان اطلع منتج يتماشى ويهيئ الظروف المثلى للدود ده. خد مننا وقت قد ايه؟ سيلينو نوفا بلس. بدانا خدنا تجهيز البيئه اللي هي تدخل في انتاج الدود 30 يوم. الدورة شغالين عليها إن شاء الله هنوصل لـ40 يوم ونطلع الحاجات دي للمزارع على طول. عندنا أول مزرعة هنبدأ عليها مزرعة إنتاج النخيل المجدول. أسمدة الفيرمي كومبوست بتزود الإنتاج وبترفع من جودة المحصول وبتقلل تكلفة التسميد وبتزود قدرة الأرض على الاحتفاظ بالمية، وطبعا ده شيء هايل لأنه بيقلل من تكلفة الإنتاج الزراعي ويعظم من ربحية المزارع. وخلي بال حضراتكم في غرفة محمود بسيوني بالمزرعة اللي تحولت لغابات لدود الأرض، حاطت صورة كبيرة للدكتور أحمد زويل عليه رحمة الله وعليه مقولته الشهيرة جدا: ليس الغرب عباقرة ونحن لسنا أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما نهاية حلقة النهاردة عايز أطمن الجميع، عمليات استلام القمح
تتم على أكمل وجه. إحنا زي ما قلت لحضراتكم مش هنفرط في حباية قمح واحدة. لغاية النهاردة البنك الزراعي المصري الشون التابعة لهذا البنك الزراعي الصميم استلمت حوالي 513 ألف طن من الأقماح المحلية، وسدد عنها البنك للمزارعين ما يقرب من 7 مليارات جنيه. يعني اللي سلمنا القمح فورا استلم مستحقاته. احنا زي ما بقول لحضراتكم السنة دي تحديدا مش هنفرط في حباية قمح واحدة. عمليات التوريد مستمرة وتسليم مستحقات المزارعين مستمرة. خلي بال حضراتكم احنا في نفس التوقيت من العام الماضي كانت الكميات اللي تم تسليمها للبنك الزراعي المصري اقل بحوالي 50 ألف طن. احنا السنة دي دخلنا في 513 ألف طن ولسه بدري جدا على عمليات اغلاق باب استلام الاقماح المصرية. الخير وفير بفضل الله. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامج حضراتكم الجدعان.